الماسكه دي عشان هو منهم خلاص. كلكم بخير. النهارده موضوع الحلقه ازاي تدي تطعيمي الديدان في البيت بنفسك بطريقه سهله خالص. يلا بينا نكمل الحلقه. انا رحت طبعا كشفت عليهم بالساحه البيطريه تمام، فالدكتور اداني جرعه هناك، فانا قلت له انا ممكن اديهم الجرعه الثانيه في البيت، وهو بيديك الجرعة على حسب وزن القطة بتاعتك. فأنا هدي كيتي نص وهدي سيمبا نص قرص. فأنا كنت منوعاه 4 ساعات تمام، لأن هو بيتاخد على معدة القطة. ولو القطة مجنبك يا إما بتديها له في بقه، لو القطة هادي زي كيتي كده تمام، إنما لو القطة مثلا رفض إن أنت تفتحي له بقه فبتديها له في قطعة جبنة نستو، بتعمليها بودر، بتفرميها خالص تبقى عامله زي البودره كده، وتعجنيها له في حته الجبنه وتديها له ياكلها. يلا نشوف هندي كيتي ازاي قرص الديدان. انا كده فتحت القرص اهو تمام، اللي الدكتور بيقولي في الصحه البيطريه. خلاص هو ده. هي ممكن تكون مش باينه اسمي. وادي القرص اهو مقسوم 4 خلاص على حسب وزن القطة. فانا هقسمه نصين كده، وهدي كيتي نص وهدي سيمبا النص التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. انام كيتي كده تمام اهو كده. خلاص بلعت القرص تمام، تأكد ان هي بلعته، تحطه ولا بقها وتدخلي صباعك لجوه. هو في ناس بيبقى عندها جهاز اللي هو بتحطي فيه القرص وبعدين بتدخلي الجهاز ده لجوه وتديه ولا، بس للاسف ده مش موجود عندي، وكتير من الناس مش موجود عندهم يعني. بس الحمد لله المرحله عدت على خير يعني. لسه بقى كده هنجيب سيمبا ونشوف هنعمل ايه معاه. هنبدا بقى ندي القرص لسيمبا، وانا طبعا ماسكه دي عشان هو منهم خلاص بلعها. بس خلاص كده اديتها له تمام. لازم بقى هديه واصالحه عشان هو زعلان جدا وغضبان. سيمبا من النوع القطط اللي مش بتحب تلعب، يعني بتلعبيها من بعيد لبعيد بس، انما مش من نوع ان هو ايه زي كيتي كده هاديه بتقعد. لا يلا خلاص ما تزعلش. خلاص خلاص بس خلاص احنا كده خلاص ادينا له الجرعه والحمد لله عدت على خير. عايزه اقول لك حاجه كمان، انت المفروض تديهولهم طبعا على معده فاضيه زي ما احنا متفقين. لو القط غلبك بتديها له، بتطحنيها وبتحطها له على قطعه جبنه نستو، وبتاكد ان هو اكلها مش على القطعه كلها، على حته صغيره من الجبنه يعني نص قطعه الجبنه نستو، بتفرميها كويس وتحطيها عليها وتديها له. لو القط متعب مش هتعرفي ان انت تسلكي معاه وتحطيها له في صوره. تاني حاجه، ما تاكلهمش بعدها على طول علشان ما يرجعوش. سيب البرشامه تعمل مفعولهم في بطنه، المفعول في بطنهم، علشان تقدر لو في ديدان جوه ولا اي حاجه تقدر ان هي ايه تموتها، وبعد كده ممكن بعديها بساعتين ياكلوا. كده تكون حلقتنا النهارده خلصت. يا رب اكون افدتكم. ولاول مره تشوفوا القناه يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتدوسوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.